كما كنعرفوا شهر نوفمبر واحد شهر تحسيسي للرجل على الامراض ديال الورم اللي يقدروا يديروا التشخيص ديالها فواحد الظرف جد قريب ونتفاداو العمليات والتكاليف من بعد. اذا هذا الكونسيبت هذا اللي بلا به هو انه نقدروا نشخصوا المرض ديال واش كاين ورم ولا ما كاينش نص نهار كذلك التحاليل ديال الدم ولا كان طالعين يقدروا يديروا ليرين بالبلاصه ودار لا بيوبسي بليكوغرافيك وكيداي اخر تقنيه. وكذلك نقدروا سورتو المهم هو انه التشريح ديالو ديال لاناب تقدر دير بظرف 4 ساعات 3 ساعات ويقدر بيوم واحد المريض ما يبقاش ستريسي وقلوع باش انه فيه ورم ولا ما كاينش ورم ولا كان كيكون واحد نتكلفوا به بعلاجات اخر علاجات ديال الورم ديالو تكون دار وتكون الحياه ديالو كتكون بقدات ويعيش مزيان.